السلام عليكم لي في جيتكم اليوم بأون نوفيل فيديو اللي راح تكون فيديو على مقشر طبيعي نستخدموه بمكونين فقط اللي متواجدين فيك جميع المنازل. المكون الاول اللي راح يكون زيت الزيتون طبيعي اللي كامل نعرفوه، طبعا زيت الزيتون عنده فوائد بزاف كثيرة وكامل نعرفوها. المكون الثاني راح يكون هو السكر الابيض الخشن. السكر الابيض هو اللي راح يعمل على تقشير البشرة تاعنا في هذه الوصفة، وهو راح يعمل على ان نزع الخلايا الميتة. طبعا هذه الوصفة راح تكون سهلة التحضير، يعني استعملي ملعقة سكر ابيض وضيفي لها ملعقة او ملعقة ونصف من زيت الزيتون، وعملي على خلط هذه المكونات مع بعضهم مليح حتى تحصلي على مكون كما راكم تشوفوا متجانس، وتركوه مدة حتى يكمل. طبعا هذه الوصفة راح تكون سهلة، اول ما تحطيها على المنطقة اللي حابة تنعميها او تبيضيها عملي على شكل دوائر بشكل هادي، باسكو البو تاعنا كيما رانا عارفين باللي سونسيبل ولازم بالعقل. هذه الوصفة راح تعمل على نعيم وتبيض المنطقة اللي راح تعمليها سواء كانت الوجه اليدين او الارجل، وراح تلاحظي الفرق من استعمالين فقط، يعني هذا الاستعمال راح يكون اسبوعي. بعد ما تكملوا هذه الوصفة استعملوا، من الاحسن انه يكون في غسول او صابون اللي تغسلوا به المادة الدهنية. كما راكم تشوفوا انا نستعمل صابون تاع دوف اللي هو كوكونات ميلك اللي هدرت لكم عليه ديجا في ان اوتر فيديو. كما هاك نكون كملت معكم لا فيديو، تلاقاو في المرة الجاية.